بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي وطلاب جريد فور، ان شاء الله النهارده ميعادنا مع شرح ليسون جديد، والليسون ده بيتكلم ازاي ان انت تعمل كومبيرنج بتوين تو ديسيمال. هيجيب لك تو ديسيمال وانت تقول له مين الكبير. الاول هناخدها بموديل برسمه وبعد كده هناخدها من غير رسم. بس الاول بس خلينا نتفق على حاجه، عشان تقارن بين حاجتين لازم يبقوا الحاجتين شبه بعض. يعني انا مثلا هجيب لك قلم مع قلم، ما ينفعش اجيب لك قلم وكراسه واقول لك مين الاحسن، ده حاجه وده حاجه. اقول لك مثلا ايه، ما ينفعش اقول لك مين الاحسن، العصفوره ولا السمكه، او مين الاسرع، دول الاثنين مش زي بعض. فدي في الميه ودي في البحر، فالاثنين مش زي بعض. انا نفس الحكايه، لما تيجي تعمل كومبيرنج لازم يبقى التو ديسيمال زي بعض. بمعنى لو ده من 10 يبقى ده من 10، لو ده من 100 قبل البوينت تو ديجيتس فيبقى ده من 100. وخلينا نشوف احنا انا قصدي ايه. بستارت انا ديسيمال زي ده اللي هو 2، دول 2 من كام؟ من 10. طب 2 اوفر 10 لو عايز اكتبها في صوره ديسيمال اللي هي 0.2، ده انا فاهمه. طب هنا 10 11 12 13 14 15 16، ده 16 من كام؟ من 100 اللي هي كام يا مستر؟ اللي هي 0.16. طب انا هنا مستر انا هشيل الفراكشن عشان ما يلخبطنيش وهنكتب الديسيمال. لو هو من 10 نحط البوينت بعد ديجيت، لو من 100 متقسم 100 حط البوينت افتر 2 ديجيت. مين اللي يكسب قدامك بالرسمه؟ يعني انت الرسمه اللي قدامك شايف مين الاكبر؟ انا مش بقول لك 2 16، لا ده دي 2 تنسز وده 16 100، فانا الاثنين زيرو زي بعض خلاص. طب يا مستر ده قبل البوينت ديجيت وهنا قبل البوينت تو ديجيت، طب ما انا ينفع ازود زيرو زي الليسون اللي فات، ان انا لما ازود زيرو على الطرف ما يجراش حاجه، لان انا هنا التن انا ممكن اقطع المساله فالتو بتاعها تعمل لي تويني. هي هي. طب يا مستر مين اللي يكسب، تويني ولا 16؟ لا تويني، يبقى جريتر زيرو. طب هنا كوتش ان بي مستر 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 اوفر 10 اللي هي 0.6. طب وهنا 10 20 30 40 50 60 اللي هي 60 من 100 يبقى البوينت بعد 2 ديجيت. طب هنا مستر ما تسرعش، انا بقول لك 6 مع 60، لا ده 6 تنسز، 6 بالنسبه لل 10 كلهم وده 60 من 100. فانا مستر عشان اريح دماغي انا هزود زيرو عشان يبقوا الاثنين زي بعض، ضمن قبل البوينت 2 ديجيت وده 2 ديجيت، الاثنين من 100 الاثنين يكبر. فانا ما تسرعش، ما حدش بيجري وراك وبالراحه. هنا مستر دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 من 10 اللي هي 0.7 البوينت بعد ديجيت. طب هنا دول 10 20 10 20 30 40 50 60 70 80. طب مستر من 100 يبقى البوينت افتر 2 ديجيت، مين اللي يكسب؟ لا استنى، ده 900 ودي 7 تنسز الاثنين ديفرنت، فانا احط هنا زيرو عشان يبقوا زي بعض. 90 ولا 70؟ لا ال 90 خلاص، الاثنين زيرو زي بعض، الاثنين ما كملوش 1 هول. طب هنا مستر ده 10 20 30، لا مش 30 ده 28، لان السالها 2، 28 من كام؟ 100، يبقى حط البوينت بعد 2 ديجيت مفيش حاجه يبقى 0.28. طب هنا دول 30 من 100 يبقى البوينت بعد 2 ديجيت، اتبقى حاجه من ال 30؟ لا يبقى 0.30. الاثنين 100 28 100 و 30 100 يبقى ال 30. هسيب لك خلينا ناخد كوتشن ايه، مش هسيبها لك. هنا مستر ده 3 تنسز انا فاهمه، وده 300 ضمن 100 يبقى تحط زيرو عشان يبقى البوينت بعد 2 ديجيت. مين اللي يكسب يا مستر؟ هتقول ايكوال؟ لا. هل دول ايكوال؟ هل اللي متظلل هنا زي الكالر ده هنا؟ لا. مستر طب انا اعمل ايه؟ استنى، انت قلت لي لازم تخليهم زي بعض، فانا هحط زيرو، فده 30 ودي 3، لا يبقى 30. هسيب لك كوتشن اف انت تحلها. تعالى مثلا نشوف من غير رسمه، من غير موديل. بقول لك ريرايت ذا ديسيمال ان ذا تشارت، عايزك جايب لك تشارت انا من غير التشارت احلها. مستر انا هنا، هنا ده زيرو وده زيرو، الاثنين زي بعض، بس ده 34 من كام؟ من 10، لكن ده 4. فواحد يقول لي مستر انا ممكن احط زيرو هنا عشان يبقوا زي بعض، الاثنين قبل البوينت 2 ديجيت من 100 كده، مين اللي يكسب؟ لا ال 40 يبقى لسه. طب هنا مستر ده زيرو وده زيرو، فالاثنين زي بعض، الهول زي بعض. فانا الاول ابص على الهول، هنا ده كام؟ 45 وده 4، لا ال 45، برافو عليك. طب هسيب لك كوتشن سي، قول لي مين اللي هيكسب، بس خلي بالك ده قبل البوينت 2 ديجيتس وهنا ديجيت، ما تسرعش. طب هنا بقول لك يوز ليس ذان وجريتر ذان وايكوال، هنقي لك بس حاجات معينه. مستر انا واحده زي كوتشن اي، هنا بقول لي ايه؟ زيرو ده زيرو، الاثنين الهولز زي بعض. طب هنا ده 7 بس من 100 افتر بوينت 2 ديجيت، بس هنا دي 7 تنسز فانا احط زيرو ما انساش كده، مين اللي يكسب؟ لا ال 70 لان دي 7 تنسز. طب هنا
لو جاب لي مثلا كوتشن زي ده هنا، بقول لك ايه قبل الكوتشن ده، تعالى مثلا نشوف كوتشن زي ده، بقول لك 24، بقول لك كومبير، حط جريتر زان وليس زان وايكوال. مستر 24 اوفر 100 اللي هي كام؟ اللي هي 0.24. انا ممكن اخلي الاثنين ديسيمال زي بعض، يبقى هنا 0.24. طب وهنا 6 تنسز، استنى 0 0، فانا المشكله مش في الهول خالص، ده قبل البوينت 2 ديجيت وهنا ديجيت، فانا احط 0 كده، مين اللي يكسب؟ 6 تنسز. طب مستر كوتشن زي كوتشن بي، هنا لو كنت تشوف هنا ده انا ممكن اخليه ديسيمال زي ده، هنا 3 وده 3، فالمشكله مش في ال 3 في الهول، ده 7 اوفر كام 100، فدي 3.07. تعالى شوف بقى ده 3 وده 3، هنا 72 وهنا 7، لا يبقى 72، برافو عليك. طب هنا مستر كوتشن زي كوتشن اف 1 اند 400 و 98 تنسز. مستر هو تنسز انا في حصه ماس، فانا هشيل الكلمه تنسز دي كبيره ولا صغيره؟ تنسز تنسز صغيره، فانا هعمل ديفايد على 10، برافو. ايه اللي يحصل لما تعمل ديفايد على 10؟ ال 98 فيها كام 10؟ لما تعملها ديفايد على 10 فيها 9 وتبقى 8. فانا كل اللي انا عملته ان انا حطيت البوينت افتر 1 ديجيت، كتبت ال 98 وحطيت البوينت بعد الديجيت، يبقى هي طلعت كام؟ 9.8. تعالى شوف بقى هنا الهول 1 وهنا الهول 9، يبقى مين اللي يكسب؟ ال 9، يبقى ازاي؟ برافو. مثلا دي 7 تنسز، هشيل الكلمه احنا في حصه ماس، طب يعني ايه تنسز؟ حتت صغيره، فانا هعمل ديفايد على 10 اللي هي كام؟ 0.7، وده 0.7 يبقى ايكوال. مثلا لو جيت شوف دي هنا 3 هتكتبها ديسيمال زي بعض، يبقى 3 هول وال 17 من 100 يبقى 17 واحط البوينت بعد 2 ديجيت. مستر هنا 3 وده 3 الهول زي بعض، هنا 7 تنسز وده 17، لا زود 0 عشان يبقوا زي بعض، 70 و17 لا 70 يبقى جريتر زان. طب 9 اوفر 10 مستر انا هكتبها في صوره ديسيمال، يبقى 0.9، وهنا ده 100 يبقى احط هنا 0، يبقى هنا 900 و8900 يبقى 90، برافو عليك. طب مثلا لو جيت شوف واحده مثلا زي دي مستر، هنا 2 ones و 7 tenses، 2 ones و 7 tenses يبقى 7 في tenses اول تقطيع، هنا 2 وهنا 2 فالهول زي بعض. مستر ده 7 tenses 700s، هحط هنا 0 يبقى 70 طبعا، يبقى tenses تكسب. تخيل ان انت عندك 7 tenses خدت 7 من 10 ونفس ال 7 بس 100s، لا يبقى tenses تكسب. طب هنا لو جيت تشوف مثلا 3800s واحده زي دي 100s اللي هي البوينت بعد 2 ديجيت، فانا اكتب من 100 حتت صغيره، هشيل الكلمه هتكتب ال 38 وتحط البوينت افتر 2 ديجيت، ما تبقاش حاجه. طب 324 تنسز، هتشيل الكلمه، يعني ايه تنسز؟ حتت صغيره من 10، فانا اقوم كاتب النمبر واحط البوينت بعد ديجيت لان دي تنسز. هنا الهول كام؟ 0، والهول هنا كام؟ 32، يبقى ال 32 هي اللي تكسب، يبقى ليه ازاي؟ 24 تنسز، هتشيل الكلمه، برافو. 24 مستر دي تنسز، هعمل ديفايد على 10، احط البوينت بعد ديجيت، يبقى هنا الهول 0 وهنا الهول 2، يبقى لسه برافو عليك. طب تعالى مثلا نشوف المالتيبل تشويس، هنا المالتيبل تشويس بقول لك مين اللي يكسب؟ بص على الهول الاول 7 و7 زي بعض، 2 تنسز احط 0 يبقى توين وال15 يبقى مين؟ التوين. طب هنا لو جيت تشوف مستر انا اكتب ده في ديسيمال هتبقى 2 هول وال42 من 100، حط البوينت بعد 2 ديجيت، 2 هول و2 هول، ده 4 وده 42، يبقى هنا تحط 0، 40 ولا 42؟ لا لسه. طب which of the following is greater than 1.64؟ مستر ايه اللي جريتر عن ده؟ اللي جريتر عن ده مين؟ ها؟ هنا ده 1 وده عايز الجريتر. كوتشن 4 بقول له which of the following is greater than 1.64؟ الأول أنا قلت لك اللي تشوز لازم تبقى عارف أنت عايز إيه. أنت عايز greater than، يبقى بدور على الجريتست، أكبر واحد في دول. فأنا رايح دماغي وأختار أكبر واحد. هما كلهم 1، يبقى المشكلة مش في 1. ده 100s قبل البوينت 2 ديجيت، وده 2 ديجيت، طب ما أنا هزود هنا 0 وأزود هنا 0، مين اللي يكسب؟ 1.70. مثلا واحدة زي كوتشن 5 بقول لي which of the following is greater than ده، فأنا أختار الجريتست، أختار أكبر واحدة من غير ما تبص. مستر ده 13 اوفر 100 اللي هي 0.13، وده 15 هتشيل الكلمه وتحط البوينت بعد 2 ديجيت، يبقى 0.15. هتحط هنا 0 عشان يبقى كلهم 100s زي بعض. هنا 22 وده 13 وده 40 وده 15، يبقى ال 40 اللي هي 4 tenses.
طب ويتش اوف ذا فولونج از سمولر ذان 3600 سمولر. ركز على كلمه سمولر، يبقى انت تختار السمولست. مين اصغر واحده في دول مستر؟ انا ممكن اخليهم ديسمال 4 اوفر 10 اللي هي 0.4. مين اصغر واحده؟ خلي بالك ده 100 تو ديجيت وده تو ديجيت، فحط هنا 0 وهنا 0. مين بقى السمولست؟ 0.23. برافو عليك. طب كوتشن 8 بقول لك ايه 1700 مستر، انا هشيل الكلمه 100 دي صغيره، حط البوينت بعد 2 ديجيت يبقى 17 وحط البوينت افتر 2 ديجيت ما يتبقاش حاجه. طب 17 تنسز ادي 17 وحط البوينت افتر ديجيت، بقيت هنا الهول 0 وهنا الهول 1 يبقى ال 1 اللي يكسب. هسيب لك كوتشن 7 تحلها لي وتكتبها لي تحت في الكومنت. بكده يبقى الاسم بتاعنا انتهى، ولو انت عايز الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.